الجمعية المغربية لحماية المستهلك تأسست سنة 2019، كان الهدف الأساسي ديالها اللي هو حماية المستهلك على وجه التحديد وحماية المواطن كذلك. الجمعية المغربية لحماية المستهلك تشتغل ضمن إطار قانوني اللي كفلها القانون اللي هو 1908، اللي أعطى حق التمثيلية لجمعية حماية المستهلك بالتمثيل أمام الجهات المختصة. كان هذا هو الهدف ديال الجمعية تأسيسها، اللي فيه مجموعة من الشباب حاملي شواهد العليا متخصصة بالجانب القانوني والجانب كذلك الصحي والجانب كذلك اللواء الإعلامي. الجمعية المغربية لحماية المستهلك اشتغلت مجموعة من الأنشطة والمؤتمرات وندوات اللي مختصة في صحيح كان الشغل على مستوى جهة العيون الساق الحمراء. مجموعة من الأنشطة اللي قامت بها الجمعية طيلة 4 سنوات و5 سنوات متعلق بتوعية المواطن، توعية كذلك المستهلك. اشتغلت كذلك في الجائحة الكورونا، في بداية الجائحة الكورونا بمعية السلطات المحلية، وكذلك كان شريك أساسي في هذه العملية، وإحنا ما غادي نكرو خيرهم لأنه صراحة كان دور أساسي اللي بانت فيه الجمعية المغربية لحماية المستهلك طيلة هاي السنوات. كما قلنا كان الهدف الأساسي اللي هو توعية المستهلك، توجيهه، إرشاده في إطار الإرشاد الصحيح للاستهلاك طيلة هاي الجائحة، وكذلك المؤتمرات اللي شرفت عليها الجمعية بشراكة مع جميع اللجان المختلطة وكذلك المؤسسات ذوي الاختصاص اللي متعلقة بالسلامة ومتعلقة كذلك بحقوق المستهلك اللي شرعوا المشرع المغربي سنة 2011 اللي أعطى هذا القانون اللي هو 1908. هذا القانون في مجموعة من الحقوق متعلقة بالجانب اللي حقوق المستهلك، على رأسها 5 حقوق اللي هو الحق في الإعلام، الحق في الحماية الحقوق الاقتصادية، الحق في الإصغاء إليه، الحق الاختيار، والحق ذلك في التمثيلية. هذه الحقوق في مجموعة من المسائل اللي متعلقة بحماية المستهلك، اللي هو الحق في الإعلام، اللي هو واجب على مثلا المورد أنه يعلم المستهلك ثمن المنتوج، يعني السلعة المقدمة له، كذلك مصدر المنتوج، العنوانة، كذلك العقود، اللي هو هذا مجموعة من الحقوق اللي متعلقة في حق الإعلام، الحق في الاختيار، يعني من حق المستهلك يختار المنتوج اللي يبغى، يعني ذاك المورد ما يقدرش يقول له مثلا هذا المنتوج راه مزيان أو كذا، لا، من حقنا يعني نختار اللي هو المنتوج اللي هو مناسب تماما للقدرة الشرائية، كذلك الحق في الإصغاء إليه في أن يكون عندي مشكل كمورد وكمثلا أنا كزبون وأنت كذلك كتاجر، من حقك تصغي لي الإصغاء إليه من ناحية المشهورة، كذلك الحق في الحماية الحقوق الاقتصادية، يعني الحماية القدرة الشرائية، هذا هو الهدف من الجمعية اللي هي حماية القدرة الشرائية للمستهلك، والحق في التمثيلية اللي هو الحق كذلك اللي هو الأخير اللي يكفل القانون تمثيل المستهلك من طرف جمعيات حماية المستهلك أمام الجهات المختصة في إطار الترافع، في إطار كذلك ترفع عن الشكايات المقدمة من طرف المستهلك إلى الجمعيات، اللي هو هذا مجموعة من الحقوق اللي متعلقة بواحدة 1908. الحمد لله البلاد ديالنا موفر مجموعة من الحقوق اللي متعلقة بحقوق المستهلك، الحمد لله كنشوفوا على أرض الواقع اللي كيف كتشوف على مستوى جهة العيون الساق الحمراء، عندنا مجموعة من المشاريع التنموية اللي متعلقة بحماية المستهلك، وعلى سبيل المثال اليوم الأسواق النموذجية، هذه الأسواق النموذجية فيها مجموعة من المسائل اللي متعلقة بحماية المستهلك، وعلى سبيل المثال هناك مثلا دورية في كل يوم كل أسبوع في إطار المراقبة للأسعار، في كذلك في إطار المراقبة مثلا الجودة المنتوج المقدم المستهلك داخل هذه الأسواق، كذلك اللجان المختلطة اللي كتشرف فيها مجموعة من المسائل اللي متعلقة بحماية المستهلك، وكتكون الجمعية المغربية حماية شريك أساسي في هذه اللجان بصفة ملاحظ في إطار مراقبة ديال الأسعار وكذلك الجودة المقدمة من طرف التجار للمستهلك. هذا من مجموعة من الحقوق، هذا اللي هو القانون كان إطار مكمل تماما اللي متعلق بالجانب اللي متعلق بحماية المستهلك. يعني بالنسبة لهذه الحقوق شنو هي أبرز الحقوق أو أبرز المطالب أو الشكايات اللي كتجيكم من الجمعية من قبل المستهلك؟ الحمد لله الجمعية افتتحت شباك المستهلك، وغادي نشير لهذه المسألة اللي قلت لها عنه الشكاية المقدمة. هذا الشباك المستهلك اللي جاء بفضل الجامعة الوطنية لجمعية حماية المستهلك في لاك ماروك بدعم طرف وزارة الصناعة والتجارة، اللي بهذا الشباك اللي هو دوره أساسي في تلقي الشكاية، الهدف منه هو معالجة الشكاية في واحد الفترة معينة، كذلك في إطار توجيهه وإرشاده في إطار تلقي الشكاية. الشكايات اللي جاتنا مجموعة من الشكايات اللي متعلقة بخدماتي واللي متعلقة بقطاعات أخرى، وعلى سبيل المثال
نجي نشوفوا الجانب ديال الاتصالات بصفه عامه. هناك مجموعه من الشكايات اللي جاتنا وتريطينا الحمد لله في واحد المجموعه واحد المده زمنيه فيها 15 يوم بالاتصال بالجهات المعنيه. كذلك جاتنا مجموعه من الشكايات اللي متعلقه بالاسعار. هاد الاسعار واكبت الجمعيه هاد الاسعار اللي مرتفعه وحنا ما ناكرين هذا الشيء كامل. والحمد لله المواطن المغربي على درايه بالامور اللي متعلقه بالجفاف اللي كتعيش فيه بلادنا، قله التساقطات المطريه، كذلك التداعيات جائحه كورونا لا زالت كذلك كيعاني منها بلادنا وقطاع اقتصادي بصفه عامه، كذلك تداعيات اللي هي الدوليه متعلقه بالجانب ديال الحرب الاوكرانيه حتى يعاني تداعيات كذلك. هذا كامل الحمد لله بلادنا موفره مجموعه من المسائل اللي متعلقه بالقدره الشرائيه للمستهلك، وكذلك رفعت مجموعه من المسائل في الحساب الضرائب باش تعطي للمواطن وتمول السوق الداخلي مجموعه من المواد الاساسيه وعدم الزياده فيه. كذلك الجمعيه هذا بالنسبه للزياده الاسعار واكبتها وبلغت الجهات المعنيه في اطار التوجيه والارشاد من اجل الحد من هذه التجاوزات الغير قانونيه من طرف بعض التجار اللي حكموا هذه المساله اللي متعلقه بالزياده في الاسعار، وخصوصا هذا هو الهدف ديالنا اللي هو الحمايه القدره الشرائيه للمستهلك. الجمعيه واكبت مجموعه من الشكايات اللي متعلقه كذلك من قطاع المياه. قطاع المياه واكبت الجمعيه ما يقارب 50 شكايه. الحمد لله المكتب المعني بالامر تجاوب مع الشكايه. شنو طبيعه الشكايات في المياه؟ اللي هو القطاع المياه والزياده في الفاتوره. يعني المواطن او المستهلك على وجه التحديد قدم شكايه للشباك فيما يتعلق بالقطاع المياه كذلك في الزياده. يعني هناك انقطاع وزياده. يعني عدم الاستفاده من المياه المقدمه له من طرف مثلا المكتب المعين، كذلك عدم كذلك اللي هو يخلص مسله اللي زايده عليه مقارنه مع القطاع ديال المياه. فعلا درنا واحد طاوله مستديره مع الجهات المعنيه من طرف الحمد لله اللي والسلطه المحليه بهذا المناسبه كنشكرهم على توفير هذا المناخ اللي بفضله تم حل مجموعه من الشكايات اللي متعلقه بقطاع المياه. الحمد لله المواطن اللي قدم شكايته والمستهلك على وجه التحديد خصوصا ما يقارب 50 ل 60 شكايه خصوصا الحمد لله اللي هو تواصلنا معهم في واحد المده الزمنيه 30 يوم في اطار المعالجه وتتبع الشكايه. فعلا ناس توصلت الحمد لله بالماء الحمد لله، الزياده الحمد لله لم تعد كذلك مقارنه مع فواتير السابقه، هذا فقط جانب من الشكايه اللي جاتنا. كذلك واكبت الجمعيه واحد الشكايه متعلقه بالقروض البنكيه والقروض العقاريه. فعلا احنا دابا حاليا في الطور ديال المعالجه الشكايه اللي قدمتنا من طرف الشباك المستهلك المهني مدينه العيون.